خيره لغيره. على قد ما حبينا وتعبنا في ليالينا، الفرحة في مشوارنا تاني حد يدينا. طول ما القلب صافي بحر العشق وافي، وكل عذاب الدنيا حيروح بكرة لينا. بس انت ليالينا عالحلم ترسينا. طاير يا هوا طاير عالمينا، رايح يا هوا خبر أهالينا. قصيت الهوا وبتتن علينا، أمرك يا هوا خبر أهالينا. يا ابوي على الوقت لما انت صحى جروحي حمل وما قادرش اتخفى عني وعتوج روحي. يا ابويا علل واخرج لما تصحى جروحي حمل وما قادرش اتخفى عني وعتوج روحي. من غير ما تتكلمي مدي العيون سلمي، فوق الحيطان ارسمي الحلم متفسر. وبكره جاي الاخضر وانت بخور عمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. تبقى عمره ما باعكم ولا انشغل عنكم. انا مش حبيبي عالصدق بالاكاذيب، ولا قولش للحمل الوادي يا ديب، ولا قولش للديب يا أعز حبيب. سمرة وبعيون كحيلة وجديلة دي للكحيلة، سمرة وبعيون كحيلة وجديلة دي للكحيلة. ياني ورماني زماني ومالي في هواك حيل. عشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوه الحلوه. 14 ليله وحفلات في 7 مسارح كبار ما بين القاهره واسكندريه ودمنهور، احياهم عدد كبير من المطربين والعازفين. في التقرير اللي جاي هنتعرف على أرقام وإحصائيات أكتر عن المهرجان. علي الضحكة يا علي اللي بسمايا هلي، هتاخدي ولا كم بتخاصمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. وكلام شجر عطشان للفن عطش الجناح للريش، فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش. مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 تنوع موسيقي كبير على مدار 14 ليلة من الإبداع والخيال. بداية ما
من 11 وحتى 14 أكتوبر بمشاركة 20 دولة عربية، وقدرت الدورة 32 من المهرجان تسجل إحياء 115 فنان ل 47 حفلة مختلفة على 7 مسارح على مستوى أنحاء الجمهورية، وهم المسرح الكبير والمسرح الصغير ومسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية ومسرح الجمهورية، ده غير مسرح سيد درويش في أوبرا اسكندرية وأوبرا دمنهور، ده بخلاف مشاركة 57 باحث في مؤتمر المهرجان من حوالي 20 دولة عربية وأجنبية، وتكريم 19 شخصية موسيقية وفنية بارزة ومؤثرة في الوطن العربي قدروا يمتعونا بفن ملوش مثيل على مدار السنين اللي فاتت. وطني يا جبل الغيم أبرز المشاركات العربية اللي شفناها في الدورة 32 كانت مشاركة المطربة اللبنانية عبير نعمة، والتونسي لطفي بوشناق، والسورية لينا شماميان، والمغربي فؤاد زبادي، واليمني أحمد فتحي، والعراقي همام إبراهيم. وكلما حط غرابا أو قتل الطيور عقابا أردتم أن تدفنوني وأنا كالبلاد كالبلاد لا أزال حيا أنا. ده بخلاف مشاركة كبار النجوم في مصر منهم الموسيقار الكبير عمر خيرت وتامر عاشور اللي رفع شعار كامل العدد في حفلتين متتاليتين، والفنان علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر. مش بقولك يا عيوني مستحيل أبدا تهوني، انت أحلامي وكوني والهوى اللي بعيش عليك. وعشان الدورة 32 دورة استثنائية استجابت الأوبرا لمطالب أبنائها، وشفنا حفلات كاملة تعتمد على أسمائهم لأول مرة، منهم الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني، واختتمت الفنانة مي فاروق آخر ليالي المهرجان. حفل المطربة السورية بتول بني شهد حضور كبير من الجمهور في مسرح الجمهورية خلال ليالي المهرجان، واللي بتشارك في المهرجان للمرة الأولى وصاحبها في إحياء الحفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر. كثير سعيدة بمشاركتي بمهرجان الموسيقى العربية، طبعا لي الشرف كان أن يكون على هالمسرح الراقي واللي طلع فيه جميع العمالقة، فأكيد أنا لي الشرف أني من سوريا ومن حلب وغني على المسرح الموسيقى العربية، وطبعا الله يعطيهم العافية على الجهود اللي عم يشتغلوها بالمهرجان الموسيقى العربية، وكل الشكر كمان للدكتورة لميا اللي هي رئيسة الدار الأوبرا المصرية، بوجه لهم كلهم تحياتي طبعا لكل الموظفين اللي عم يشتغلوا القائمين على هذا العمل. على مسرح الجمهورية قدمت المطربة السورية بتول بني حفلتها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وقدمت بتول بني خلال الحفلة عدد كبير من الأغاني واللي كان ليها معايير خاصة في اختيارها. اليوم رح نقدم لأم كلثوم، لوردة، ولميادة، وطبعا شيء من التراث السوري الحلبي
رح أقدمه كمان على المسرح الجمهورية إن شاء الله. طبعاً مع المايسترو أحمد عامر كمان اقترح علي بعض الأغاني، فأكيد يعني في كتير مشاركات بالأفكار بين شركتي مع المايسترو كمان. وأكيد الاستعداد لأي حفلة بيختلف كتير عن الاستعدادات لحفلات مهرجان الموسيقى العربية، واللي بتكون ليها أهمية خاصة جداً. طبعاً له مكانته، له وضعه بالوطن العربي، إنك لما بتشاركي بمهرجان الموسيقى العربية أنت عم بتشاركي في مصر اللي هي أم الدنيا، يعني أكيد مشاركة أنا إلي الفخر فيها، وهي تنضاف لأرشيفي وبتعلي من مكانتي الفنية أكيد. بتول بني كلمتنا عن طقوسها واستعداداتها قبل الصعود على المسرح. لما بيكون عندي مثلا حفلة مثل المسرح مثلا، أنا عادة في عند الصبح بشرب قهوة فبمنع حالي من القهوة، لأن القهوة بتأثر شوي عندي على الأحبال الصوتية، فلذلك ببعد عن القهوة فبروح للشاي. المطربة إسراء عصام هي كمان بتشارك في المهرجان للمرة الأولى زي عدد كبير من الفنانين الشباب اللي شاركوا في إحياء ليالي المهرجان، وقدمت حفله في مسرح الجمهورية مع عدد كبير من الأصوات اللامعة في دار الأوبرا المصرية. مطربة دار الأوبرا المصرية إسراء عصام حفلتها خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح الجمهورية، ودي بتعتبر المشاركة الأولى لإسراء في المهرجان. أنا مبسوطة جداً لما مطرب في الأوبرا يشارك في المهرجان، ده كده عمل جنين في حياته، مش بس ان هو مطرب في الاوبرا، لا ان هو شارك في مهرجان الموسيقى العربية، لان ده بيبقى عبارة عن وجهة للوطن العربي كله، وانا بالنسبة لي ده من اهم الاحداث اللي بتحصل في الموسيقى العربية في الوطن العربي كله. وقدمت إسراء عصام عدد كبير من الاغاني، واللي كان من ضمنها اغاني الفنانة وردة، واللي بتحرص دايما إسراء على تقديم اغانيها. انا بموت في نجاة الصويرة، انا بالنسبة لي دي الرول موديل بتاعي، بس قلت المرة دي اغير، وانا دايما بعمل تشالنج لنفسي وبذاكر حاجات تانية أصعب وأصعب، فقلت أغني وردة، إن وردة الله أكبر عندها جماهيرية مش طبيعية الله يرحمها. المايسترو أحمد عامر يعني الله أكبر عليه، غير إن هو شاطر ومجتهد ومن أشطر المايستروهات في الوطن العربي أنا بالنسبة لي، يعني الله أكبر عليه، كمان عنده حتة الديمقراطية جدا. إسراء بتحب تغني إيه؟ طيب لايق عليكي، تمام أوكي يلا بينا، ويسمع ودايما الكومنت بتاعه لازم يؤخذ بيه يعني. من الحاجات اللي بتميز إسراء عصام هي حبها لتقديم القصائد الغنائية، واللي أكيد ما بتبقاش سهلة خالص. أنا بحب أغني قصائد جداً جداً، يعني أنا بموت في حاجة اسمها متى ستعرف جداً ولا تكذبي، أنا بحب القصائد جداً بصراحة، اللغة العربية عامة أنا بحبها قوي. وأكيد سبق الحفلة عدد من البروفات والاستعدادات الخاصة لإسراء عصام عشان تخرج بأفضل صورة ممكنة للجمهور. مذاكرة ومذاكرة ومذاكرة مذاكرة كتير كتير، واحد لازم يذاكر عشان مش بس بيغني الأغنية يأديها وخلاص، لا ليوصلها للناس، لأن جمهور المهرجان بالذات جمهور مختلف، جمهور سميع جدا، ف
فالغلطة هتبقى وحشة قوي. ناكل كويس، بروتين أهم حاجة عشان خاطر الواحد صحته تبقى كويسة. يوم الحفلة بقى لا بنيجي نشرب حاجات دافية كتير، مش ينسون خالص، ينسون ده بيرخي، ده قبل النوم. دي معلومة خاطئة تماما. فالواحد يبقى يعني عنده كده ريلاكسيشن ومبسوط وفرحان، يجي يعمل تيست صوت يطمن على السرعة بتاعته ويتوكل على الله. حفل ختام الدورة الـ 32 لمهرجان الموسيقى العربية كان فيه عدد من التكريمات المهمة لموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وكمان من أجيال ومدارس موسيقية متنوعة. تعالوا دلوقتي نتعرف على أبرزها. ثقافة الدكتور خالد داغر مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 32. السيدات والسادة الحضور الكريم، مساء الخير على حضراتكم. اسمحوا لي في البداية أتوجه بتحية وتقدير للأستاذة الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين، بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجأة منعتها من الحضور اليوم، وطبعا بنتمنى لها الشفاء العاجل. من قلب دار الأوبرا المصرية، حيث يلتقي سحر الماضي بإبداعات الحاضر، بنرحب بحضراتكم في هذه الليلة الختامية المميزة للدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. على مدار 14 يوم اجتمعنا على أنغام الفن الأصيل وروافد الإبداع العربي اللي امتزجت فأعادت للأذهان تراث الموسيقى العريق وأحيت ذكرى رموز الفن والموسيقى، وكمان أسعدت الجماهير اللي استمتعت بليالي فريدة تنبض بالفن والإبداع. هذه الدورة في الحياة مميزة وتكللت بنجوم مصرية وعربية تألقت في سماء دار الأوبرا في جميع مسارحها، القاهرة، الإسكندرية ودمنهور. أكد فيها المهرجان على دور الفن باعتباره جسر بيربط بين الأجيال ويحفظ الهوية والثقافة العربية. تميزت كمان هذه الدورة بخصوصية بالغة لكونها محطة فنية راسخة في ذاكرة الموسيقى العربية، إلى جانب المؤتمر العلمي والمسابقات اللي تمت لاكتشاف المواهب الشابة واللي أثبتنا من خلالها استمرارية الإبداع على مر العصور، وإن مستقبل الفن في أيادي أمينة وواعدة. اسمحوا لي أدعو الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور خالد داغر مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 32 لتكريم الفائزين في المسابقات المصاحبة لدورة هذا المهرجان، فليتفضلوا. مسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب فاز بجائزة المركز الثالث، مناصفة بين منة الله محمد إبراهيم عبد الغني ومريم هاني عصمت.
فاز بجائزة المركز الثاني مناصفة بين عبد الله محمد لبيب ومازن حلمي المرغني. المركز الأول فازت فيها أسماء الدسوقي. مسابقة عبد داغر للارتجال في العزف على آلات التخت العربي، القانون، العود، الكمان، الناي والتشيلو. شهادة تقدير للحسن مصطفى حسن سلام. فاز بالمركز الثالث أحمد محمد حسن سيد درويش، وتتسلم عنه الجائزة والدته السيدة سوزان مهدي. فاز بجائزة المركز الثاني نور الشامي. وفاز بجائزة المركز الأول أحمد علي حليمة. مسابقة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال، فاز بجائزة المركز الثالث مناصفة بين كارما أسامة الشرقاوي وهمس تامر محمود. جائزة المركز الثاني مناصفة بين شيماء ضاحي إبراهيم وزياد أحمد عوض عباس. جائزة المركز الأول مناصفة بين لوجاين تامر عبد الفتاح ومهدي محمد مهدي. مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي، فاز بالجائزة بالمناصفة كمال أحمد مصطفى كمال وشادي إسحاق حنا. والآن جوائز خاصة تقدم من لجنة التحكيم وشهادات تقدير للمشاركين من ذوي الهمم في مسابقات المهرجان. أولاً مسابقة دكتور رتيبة الحفني في الغناء للشباب، عاصم محمد عبد اللطيف، وتتسلم عنه الأستاذة رانيا سعيد. الأستاذة رانيا. جاسمين طارق عبد الحافظ.
هبة عادل إبراهيم يوسف، ويتسلم عنها الأستاذ إكرامي أحمد حمدي. مريم طارق أحمد رشدي. مصطفى أحمد سيد علي. مسابقة دكتور رتيبة الحفني في الغناء للأطفال، ستيفان روماني رؤوف. سلوان محمد عبد الحميد. دكتور خالد، استأذن حضراتكم لالتقاط صورة تذكارية مع الفائزين. شكرا للأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، دكتور خالد داغر مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 32. دلوقتي هيبدأ الحفل الفني، واللي بيتضمن فقرة موسيقية بيقدمها السولستات الفنان مصطفى داغر على الكمان، والفنان إسلام الأصبجي على العود، والفنان السعودي علي خفاجي على البيانو، والفنان يحيى مهدي على التشيلو. هيعزفوا مجموعة من أشهر الألحان اللي أثرت في الوجدان العربي وساهمت في ترسيخ الموسيقى العربية الأصيلة. في ختام هذه الأمسية الموسيقية هنكون على موعد مع نجمة الطرب الأصيل الفنانة مي فاروق، اللي هتاخدنا في رحلة فنية إلى عوالم كبار الفنانين وعلى رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم، وهتقدم مجموعة مختارة من روائع الطرب بصحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو تامر فيضي، والحفل من إخراج مهدي السيد. بشكر حضراتكم وبتمنى لكم أمسية سعيدة. We'll be right back.
دلوقتي مع الحدث الرئيسي في الليلة الختامية من أيام المهرجان، من حفل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، واللي هيحيل عازفين مصطفى داغر على الكمان وإسلام الأصابجي على العود. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
فالخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المد وحدي وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المد وحدي وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المد وحدي كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأغرام في سالف الدمر كفوني الكلام عند التحدي أنا
Thank you.
سألوني عنك يا نور عيوني، معقول أكون بحبك أكتر من نفسي؟ ليه ليه I'm not afraid.
شفتوني وانا بنسى الاغاني؟ والله اول مره تحصل، شكلي اتحسدت. انا بس انا مش متعوده اتكلم واقول الحاجات دي، بس في واحده قاعده قدامي عزيزه على قلبي جدا، ويعني انا بتشرف باخوتها وبصداقتها، ولسه مغنيين حالا لحن من الحان والدها العظيم الاستاذه الكبيره اميره سيد مكاوي. مشرفاني يا حبيبي.
مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحمه ودمه مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحمه ودمه حيران القلب معذبه
قسماً بثنايا لؤلؤه قسماً لياقوت منطقه ما كنت هواك ولا خاطر سلوى بالقلب تبرده. الأهلي فاز، مبروك. هم اللي قالوا لي، أنا مش شايفة. شكراً. شكراً. أنا ماليش دعوة والله، أنا ماليش دعوة.
ليه هروح فين؟ فين؟ بوحشكوا. انا سمعتها توحشينا. انا اسفه والله، وانتوا بتوحشوني على طول. انا لو عليا بيت هنا كل يوم اعمل لكم حفله والله. وانا with them.